فضيلة الشيخ، يقول السائل: الحاصل في هذا الوقت أن الوقت بين الأذان والإقامة محدد من قبل الأوقاف، فهل يلتزم هذا التحديد أم يراعى حال الجماعة؟ هذا طيب، الإعلان لهم، الإعلان للجماعة أنه بين الأذان والإقامة كذا وكذا، الإعلان لهم طيب علشان يستعدون، علشان يستعدون، هذا مما يعينهم على الحضور ويحزمهم على الحضور إذا عرفوا الوقت اللي بين الأذان والإقامة، اللي يريد الصلاة يهتم ويحضر، فهذا من الأمور الطيبة. نعم.